الثقافة الشعبية هي ثقافة يشترك فيها جميع شعوب الأرض، ونحن نخص بها الثقافة الشعبية العربية. ده له مغزى قوي جدا، يرجع إلى الموروث الشعبي، إلى الأمثلة الشعبية، إلى المعتقدات والتقاليد والأعراف وإلى ما هنالك. بالوقت الحاضر مع العولمة عم تطرح قضية الهوية. الهوية هي ليست عصبيات منغلقة على بعضها، ولكن هي تأخذ من العالم المعاصر ما يغذيها، ما يجعلها خصبة أكثر، ما يجعلها متناسبة أكثر مع أمال الناس اللي بيكونوا عايشينها. لسبب بعتقد بالوقت الحاضر أي مؤتمر يمس روح الشعب ببلادنا هو شيء أساسي. بهالإطار نحن وجماعة المنصورة حاولنا نأسس لمدرسة أخرى. المدرسة الأخرى كان في جانب مهم من مكونات الحركة الثقافية المصرية والعربية شاركت فيه. أنا ما أهتم به شخصيا هو ارتباط هذه الثقافة بالتكنولوجيا، وكيف باستطاعة التكنولوجيا أن تعمم الثقافة، وبالأخص الثقافة في المجتمعات العربية التي هي غير معروفة دائما، وارتباطها في كيفية ترجمتها والبحث عنها آليا لكي تتعرف الناس على الثقافة العربية بشكلها الخام الصحيح غير المبتذل. احنا مش خايفين على الثقافة العربية ولا الثقافة الشعبية، لكن احنا بننبه الباحثين ودورنا ان احنا ننتبه الى المخاطر، والمخاطر زي ما انا قلت في الكلمة الافتتاحية بتتمثل في العولمة، اثنين بتتمثل في اصوليات وتيارات ظلمية تريد أن تنظر إلى هذه الثقافة بالذراع، باعتبار أن الثقافة الشعبية ليست ثقافة من الدرجة الأولى. رقم ثلاثة أن في تهديد كمان تحول إلى تهديد مادي لتراثنا مع الدواعش في سوريا وفي العراق وغيره، وأيضا الثقافة والتراث العربي والتراث الشعبي في فلسطين بيواجه مشاكل حقيقية في القدس وفي الخليل من دولة إسرائيل. تسعى العولمة لطمس هذه الهويات لتصبح كل الشعوب متماثلة ومتشابهة، ثم تفقد هويتها، ثم تنحاز إلى عناصر الثقافة الغربية الأمريكية، وتتحول كل الشعوب كقرية عالمية واحدة لا نفرق بين ثقافة وأخرى. الحقيقة قالت أن مزاج الشعوب وضمير الشعب والبنية الأساسية المبني عليها الدم والروح والعقل والفكر المصري بتورث. والدليل على كده انك انت في التعامل مع الغازي انت بتستيقظ فجأة بنفس الشكل الذي استيقظ به اجداد اجدادك.